السلام عليكم اخواني، شلونكم؟ شخباركم؟ يا رب الكل بخير. اذا كنت ما مشترك اشترك، واذا تحب تشترك خلي لايك، ووصلونا هذا المقطع ايش قد ما تريدون من لايكات فجروا لايكات. اليوم الموضوع عن المدرسة والمدرس والمعلم والمعلمة ومدير المدرسة. رسالة ان شاء الله توصلهم، وان شاء الله شكو مدرس يفتهم الكلام اللي راح اقوله. انا كمواطن على قد حالتي ما اقدر ادخل ابني مدرسة اهلية، ادخل يمك امانة مدرسة حكومية، وهاي حقي وحق اي مواطن يدخل ابنه مدرسة حكومية. بس انا من اخلي يمك مفروض حافظ عليه، مفروض انه تكون اب، تكون الى اخو، تكون الى صديق، تكسبه، توصل له المعلومة صح، تعرف الله، تعرف الانبياء، تعرف المعصومين، تعرف الصحابة، تعرف كل شيء، تعرف واقعنا، تعرف العراق، تعرف العراق شون بالتسعينات واللي حصارت، تعرف شلون احتلتنا امريكا، تعرف شلون طلعت امريكا، وشلون جاي نمر بازمه، شلون بلدنا مفرهد، جاي توصل له فكره عن بلده بعقله، ترسله مفهومات صح، مو تدخله عنف، مو ضربه، مو تاذيه. شنو ذنبه هو طفل؟ ايش مفتهم من الحياه؟ يعني انت شاربك يسوسي متره تدق بالسقف شنك كثير تضرب لك واحد بقد النمله؟ ليش؟ وانت المعلمه أم القمر، أشوف من دخلت المدرسة هذا اليوم كل المعلمات دق الجرس راحن بالغرفة وياخذن خيط، شواربة مثل شواربي تحبيهن 24 ساعة الكحلة، لا فايدة بيكن ولا زايدة. والله العظيم لو كان تدريس مدرسين أفضل، لأن المعلمات ما وراش الفايدة، مع احتراماتي للمعلمات الفاهمات يفتهم الكلام، لأن أكو معلمات زباين مثل هاي المعلمة اليوم اللي كسر قلب الطفل من يبكي ضاربته وموته موت. يعني طفل يجي يشتكي للمعلمة مالته يقولها ضربوني أطفال ويجين تضربينه أنتي، وفوق هذا تودين الإدارة، ويجي المدير أبو قرعة راسه يقول بوتيته شعراية ما بيها، أو يجي ويضربه ويسوي عده كسر. ليش؟ مو أمانة ذولا يمك؟ يعني أنتم جاي تحاربون الطفل لأن بالحكومية يعني مو تودونه مدرسة أهلية وتستفادون؟ ليش؟ شنو ذنب الطفل هذا؟ مو أمانة مأمنة مكاني، ليش الضربة؟ خب انا خليه بالبيت قاعد وانا اموت اموت، ليش الضربه؟ مو امانه يمك يا حبيبي يا عمري، ذولا امانه يمكم، اعتبرهم طفلك ذولا، يعني تقبل انت ابنك ينضرب هسه؟ تقلب الدنيا تجو وتحرقين، مو حرام؟ والله ملينا، والله ملينا، والله يعني يوميه مشكله، يعني مدرس يضرب طفلي موته انت تكسرين عند ضلع، يعني وين نروح انا بعد؟ لا بنفطاتنا، لا بتعيين، لا براتب، لا بتقاعد، لا بتدريس، والله ملين، والله العظيم. يعني يريدون كل شيء بفلوس، كل شيء، يعني توقعوا حتى صلاة مستقبلهم بفلوس يبيعونها، كل شيء توقع، يعني بالعراق كل شيء توقع. خلينا نروح نشوف الطفل ونرجع لكم، والله جريمة. خلوا لايك. مشكلة جتني نزمتني من إذاني، هالي جرتني قالت لي شو مسوي؟ ليش تتعارك؟ دايسد والله ما متعارك، أبديهم كلهم وجيتي علي، كان قلت لا سني ضلت تضربي عيش راشديات حيل 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 بوكسيات، اخر شيء انا خفت ليش حطيت ايدي على راسي، فقامت تضربني على ايدي، فانا هيك يعني ما خرجت قلبي دفعتها لايدها شويه، فقالت لي تضربني، قلت لها استني ما ضرب وجه، قالت امشوا يلا الطلاب ودوا الاداره، استني من اريدون الاداره، عبالي المدير يرجع وياي على الطلاب ضربوني، وهي لما ضربتني مدير ظل يضرب بيه راشديات، كل ما احكي وياه يقول لي اتنازل ويضرب راشدي، يمكن بال 15 راشد ضربني، فانا ظل يضرب بيه وحطيت ايدي على راس يمينه ضربني على ضلعي هنا، احس ضلعي بيه رضوض، انا قلت اذا ما تريد من المدرسه لا تريد. ورا ما شفنا الطفل شلون معاناته وشلون يبكي وشلون يكسر قلب اي انسان، يعني اوصف لي المعلمة او المدير بكلمة حلوة بدون تجاوز، لان ذولا يستاهلون ان ننجحهم بالخل، بس الخل مو هذين، وكلكم خل غير شيء. اذا عجبتك الحلقة وعجبك الموضوع خلي لايك وخلي اشتراك، وشكرا شكرا لتفاعلكم.